ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إنه عمل غير صالح. أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح
الأرض بسلام منا وبركات عليك. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا يرسل السماء